بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين، وعليه نتوكل، منه دائما وأبدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أيها الحضر الكريم، أيها الأخوة المشاهدين والمتابعين في كل مكان، نحييكم أجمل تحية من أرضية هذا الميدان، ميدان بوسمرة، لسباقات الهجر العربية الأصيلة، منبع السبق وملتقى الأصايل، بما ينعل توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. تقام سباقات الهجن، نحتفل اليوم على أرضية ميدان بوسمرة بسن الحول، سن الكبار، الرقص مع الكبار، صباحية يوم السبت 6 من شهر 11 لعام 2021 للميلاد. قبل قليل اعلنت انطلاقة الشوط الاول لحول المحليات، اتقدم مع عنيد السهيل بن مغير بن سالم العميمي، تتقدم المشاركين وتحتل الان مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني متواجد بهذا الشوط. هذه الان تحتل اللي هي سمحة مسلب بن سهيل بدلوله العامري، من يقدم لنا سمحة المركز الثالث. عندك يا بن معيوف، هذه ديمة يقدمها عبد الله بن معيوف بن محمد العامري في الوقت الذي ننتقل فيه الان مع مصورنا العزيز الى المركز الرابع. التحديات شعلة محمد بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري، من يقدم لنا شعلة. انتقل مع المركز الخامس هذه مغثة يقدم لنا مغثة، هذه الآن يقدمها سيد عبيد بن سالم بن هلي، يقدم لنا مغثة بهذا الشوط. بينما المركز السادس، سادس التحديات وسادس الأسماء في هذه اللحظات اللي وصلت الان، هذه الان مرموقه مسلب بن سهيل بالدليله العامري، دافع باكثر من اعتاد بن محمد بهذا الشوط. وصلنا الى وين؟ وصلنا الى المركز السابع نجد الان ندى محمد بن سيف بن فاضل المزروعي، ولكن ادخلت بهذه اللحظات، اللي دخلت الان هذه طيف سالم بن عيد المهيري. المركز الثامن ندى محمد بن سيف بن فاضل المزروع. المركز التاسع في هذه اللحظات اللي وصلت بشعار سيد غيرت مع المركز التاسع. متابعينا مستمعينا الكرام، خيرم مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي. المركز العاشر مياس سعيد بن سهيل بن هاشل العامري. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى للعشرة النجوم المتقدمة مع الشوط الأول. ما شاء الله،
شوط الحيل، الحيل ما شاء الله، والرقص مع الكبار غير، الرقص مع الكبار غير ما شاء الله. تحلو المنافسة دائما مع الكبار، أكبر سنا في منافسات سباقات الهجنة العربية الأصيلة، وإن دل ذلك ما توصل في هذه المرحلة إلا ذلول عملاقة لها سجلات حافلة في السنين الماضية والمنصرمة. أتقدم الآن مع مغير بسالم، مع بدليله العامري، مع بن زيتون المهيري. هذه الآن بدأت بالتغيير، بدأت بالتغيير بهذه اللحظات اللي هي العتيج بن زيتون المهيري. وانتصفنا الطريق يا ابو حمد 3 كيلومترات على بداية هذا الشوط، وثلاثة كيلومترات على بداية هذا الشوط ما شاء الله. 6 كيلومترات افتتحنا في هذا الاسبوع، بينما المركز أسير وتقدم بهذه اللحظات مع المركز الثاني عنيدة أسهيل بن مغير بن سالم العميمي، تحتل الآن المركز الثاني والمركز الثالث. نجد مع المركز الثالث هذه سمحة مسلم بن أسهيل بالدليلة بالدليلة العامري مع المركز الثالث. متأخر ونسير مع بن معيوف ديمة ديمة يا ديمة يا ديمة، يقدمها عبد الله بن معيوف بن محمد العامري المركز الخامس. واصل بهذا الشوط اللي هي واصله الان، وصلت ندى محمد بس محمد بسيف بن فاضل المزروعي مع المركز الخامس. المركز السادس مغثه، هناك مغثه ايضا مع المركز الثالث. مقفل السيد عبيد بن صالح بن هلي مع المركز غيرت الان بهذه اللحظات، ولكن اشوف ان يوصل الى وين؟ المركز الثامن. يا سلام اللي غيرت لي، وصولها وصول ممتاز. وصلت مرموق مسلم بسهيل بالدليل العامري، وصلت الان ادخلت اللي هي خيره من سيد متر بن سعيد الحويرم الاكتمي مع المركز الثامن. المركز التاسع عندك بن عيد محمد بن سالم بن عيد المهيري مع طيف. المركز العاشر وصل بن محروم قادم مع مرموق محمد بن عبد الله بن محروم المحرمي. يا سلام احلوت المنافسه غيرت مع المركز التاسع المركز، ولكن خلاص نكتفي بالتسعه المراكز الاولى. نتقدم مع بن الدليل بن هلي بن زيتون بن حريرم بن معيوف العامري بن محروم المحرمي بن عيد المهيري. احلوت المنافسه بهذا الشوط. الله 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 يا بن حريرم بدأ بهذه اللحظات، بدأ يقاتل مع وجود خيرة مثل بن سعيد بن حريرم الاكتبي. يا سلام حلوة المنافسة. ونقول بلفت انتباه للمتابعين لائحة الإعلان، الكيلو المتر الأخير الامتحان يا اخي متر بن سعيد بن حريرم الاكتبي. وصلت الان مرموق محمد بن عبد الله بن حريرم المحرمي قادم مع وجود مرموق خيره، ولكن خيره بدات الان تسيطر وعسى في الامر خيره. يا بن سعيد يا بن حريرم يا الاكتبي، روح يا ابو حياب روح، ما باقي الا القليل اهالي الهيلي يطالبونك بالسلامة. ونقول جولة السماعة، ولكن خلاص اعتقد انه خلاص الشوط شوط خيرة يا سلام، وعسى في الامر خيرة مع الشوط الاول. هذه خيرة الان تختار موقع ممتاز، تختار الشوط الاول، تختار المركز الاول. ونقدم التهنئة
وما بوصف الى مطر بوسعيد بن حضير ملتدي والى احياب مطر بن حضير ملتدي واحد من شبابنا ايضا اللي لهم علاقه قويه في عالم سباقات الهجن العربيه الاصيله. هذه لانا استراحه المحارب. الله لا شلك ابو حياب وشلك موديك اللي هناك. حيلي هذه لحظات الوصول الى خط النهايه بينما المركز الثاني مرموق محمد بن عبد الله بن بحرين المحرم المركز الثالث وصلت فيلان العاشر المركز الثالث المركز الثالث والرابع جميعا للسيد عند بالدليلة جميعا عند محمد المركز الثالث عشر هذه مرموق محمد بن السهيل بالدليل العابري المركز الرابع ندى المركز الرابع للسيد محمد بن سيب بن فاضل المزروعي والمركز الخامس شعلة محمد بن عوض بن زيتون المهيري ناقة بن فاضل صلتنا مع اللحظات الأخيرة وخذت المركز الرابع. التوقيت الزمني بهذا الشوط توقيت الأخيرة سجل التوقيت الزمني وقدرة 9:35 وتماما